مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الوان. اول خبر معنا اليوم بيقول انه الهام القاسمي من الامارات عم تسعى لتكون اول امراه عربيه بتقطع القطب الشمالي تزلجا على الجليد. من الامارات العربيه لايطاليا، وخبر بيقول انه علماء اكتشفوا باعماق البحر الابيض المتوسط اول حيوان متعدد الخليه بيعيش وبيتولد بدون اكسجين طول حياته. وخبر ثاني من ايطاليا بيقول انه كشفت ارقام رسميه جديده تراجع اقبال الايطاليين على الزواج ورصد تزايد المال نحو انجاب الاطفال خارج مؤسسه الاسره اللي عدوا مصدر حكومي توجه للتفكك الاجتماعي. أما بمصر، أعلن المجلس الأعلى للأثار المصرية التنين اكتشاف 14 مقبرة بمنطقة عين الزوايا بتعود للعصر اليوناني الروماني وفيها مومياء مكتملة وقطع أثرية تانية. ذكرت دراسة علمية أمريكية أنه الأشخاص اللي بيميلوا للتدقيق بالأمور والبحث بتفاصيلها ما بيعملوا هيك بسبب طباعهم بل لأسباب بيولوجية متعلقة بنشاط بمناطق محددة من الدماغ بتطور عندهم حساسية عالية تجاه الأمور المحيطة فيهم. بألمانيا مجموعة من العلماء قالوا بأنه اختبار عملوه مؤخراً على نموذج أولي للعين الصناعية الإلكترونية ممكن أنه يتكلل بالنجاح لأنه الجهاز قابل للزراعة بالجسم. أما الدكتور الفلسطيني وسيم إدوارد روك فأكد بدراسة أجراها أنه الرمان والتمر بيساعدوا على حماية القلب والوقاية من الأكسدة وتصلب الشرايين. ذكر تقرير انتشر التنين انه الشركة البريطانية للصناعات الدفاعية BAE Systems هي اكبر مجموعة منتجة للأسلحة بالعالم، وهي اول مرة بتحتل شركة غير امريكية هالمرتبة بين شركات صناعة الأسلحة. وبالاخبار الفنية، قامت الفنانة منى زكي وبمشاركة عدد من الفنانين باطلاق اكبر دعوة بالعالم موجهة للإعلامية أوبرا وينفري لزيارة القاهرة باليوم العالمي للتبرع بالدم يوم 14 حزيران 2010. أما الفنان سامر المصري نجي من الموت بأعجوب الأسبوع الماضي من بعد ما اصطدمت شحنة كبيرة محملة بالحجار بالفيلا اللي كان موجود فيها بمنطقة بحمضون بلبنان، وكان المصري بلبنان للانتهاء من تسجيل أغنية بتحمل عنوان أنا سوري وبينوي إطلاق بعيد الجلاء ب 17 أبريل. قررت الشرطة الفرنسية تحت ضغط حزب رابطة الجنوب اليميني منع جولة حفلات مغرب متحد تهمة الحد على الكراهية. الجولة كانت رح تتم هالشهر وكان من المفترض انه يشارك فيها مجموعة من اهم مغني الراي والراب الجزائريين بينهم الشابة الزهوانية الشاب بلال ورضا الطلياني. بالوقت اللي عم تستعد فيه الحكومة الفرنسية لمناقشة اقتراح منع النقاب، قدمت الفنانة المغربية مجيدة ختاري بباريس عرض لمجموعة غير تقليدية من ازياء المنقبات. وذكرت ختاري انه العرض اللي بيحمل عنوان الحجاب الاسلامي الفارسي بيهدف لتسليط الضوء على التناقض بين النقاب والعري. كشفت قاعة صدري للمزادات بلندن عن اكثر من 300 قطعة فريدة رح تنعرض للبيع بالمزاد هذا الاسبوع تحت عنوان فنون العالم الاسلامي. رح تضمها المجموعة منسوجات وحلي وسيوف وصندوقين من العهد العثماني معمولين من العاج والفيروز والياقوت، وبتمتد مصادر هيدي القطع من الاندلس للصين. واخيرا كشفت شركة برمجيات الكمبيوتر الامريكية العملاقة مايكروسوفت يوم الاثنين عن تليفون ذكي جديد باسم كين، وهي المرة الاولى اللي بتجمع فيها مايكروسوفت بين جهاز وبرامج من انتاجها. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، بتمنى تكون عجبتكم وبتمنى تشاركونا بأراءكم وملاحظاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. بالأخير بودعكم أنا سهاد من كوتس.com وبترككم مع مجموعة من صور اليوم.